السلام عليكم. ولا جيش نحكيكم على حومتنا بأزمانية زمانية. في كل حومة الناس الكل تعرف اللي لو فما واحد عتبة في حومة، فهمت كيف؟ معروفة معناها الحكاية هذي، باز موجودة في كل حوم، فهمتني؟ خوي على عطار، خوي عقدني في راسي، خوي انا عقدني، انا واحد من الناس هبلت في راسي. عبيد معناها تشتغل مع عند خلص بعد خير، ما تعرفوش معناها تصير لك كوارث من بعد، هم مش فاهمين الحكاية. انا اخوي بالتجربة السيد هذا مجرب، اخوي مجرب معناها ونعرفه بالكدي. دبرت خدمة اخوي، كنت بطال. انا اخوي خرجت من نيفيام، نقرا نيفيام معناها، خرجت من القراية، ما مانيش قرر يلا غالب، خرجت من القراية معناها هيك هسير. قلت لكم راني دبرت خدمة معناها، القراية مش كل شيء، مش مشكل القراية مش من كل شيء. مشيت دبرت خدمة معناها، ماشي نخدم على قمت السباح اخوي، معروفة السيد ذي ما يسكرش معناه، يخدم 24 24، لازم يقول لك صباح الخير ولا السلام ولا صباح الخير، لازم يقول من العبيد الكل، وبعد يتهنى يمشي يرقد. خرجت على السباح خويا، خرجت 5 متاع السباح، عرضني معناه أنا خارج من الدار، مقابلنا هو العطار قال لي صباح الخير. ودورت وجهي، أنا مكذبش عليك، قال لي صباح الخير لحمي شوك، ودورت وجهي وقلت يا ربي شلا يتعدى النهار على خير. وكهو هيا ماشي خويا في الطريق، سينس الرمبوان اصفر خويا بالتاكسيات، اصفر التاكسيات، فما حتى تاكسي. شكون قال لي فما تاكسي؟ فما حتى تاكسي، تاكسي ليه في جملة ما فماش. هاسي هاي قلت برا خويا، هي جات اليوم برك خويا، نمشي ناخذ الكار وكا هو. خويا انا مشيت ناخذ في الكار، ماشي شاد الثنية ناخذ في الكار، بعدين ارض فارغة معناها يا خويا، شد في جرتي الكليب، بيت وقت كيما تشوفوا معناها يخزر بدني، انا لون تاع الجري لون تاع شيء، فهمتني؟ جريت شوي خويا من بعد وقفت خو اي في مش قشيت، جيت وقفت خويا، قلت اي كان كليو الكليب، تفت ما لقيتهمش وراي. اسيلو مشيت حكيت الكليب، باش نوريكم اللي راهو العتبه خويا، ما تصبحوا على بيد يرحموه. اللي تصبح انت يا خويا، ما تصبحش عليا يرحم والديك.